السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. نعمل مع بعضك احكي العيد بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة الأجداد وطريقة خبرة السنين. دي خبرة السنين، يا رب يعجبكم. ودايب ومقاديره سهلة قوي جدا، وما فيش فيها أي حاجة غريبة. شوفوا شكله، مش عارفة امسكه من كتر ما هو دايب. هنشوف دلوقتي مع بعض هنعمله ازاي، هنعمل المقادير ازاي. ده كده بعد ما طلعته من الفرن اهو، زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم كده يا حبايبي. شوفوا التسويه بتاعته، تسويته درجه حراره 180. بس الاول هنبدا الاول نشوف المقادير وبعد كده هنتكلم مع درجه الحراره. انا هشتغل في كيلو، في كيلو دقيق. طبعا الدقيق متخصص للحلويات، للكحك والبسكوت، مش عشان الدقيق اللي بيفرق معايا. هاخد معايا معلقتين سكر بودرة، وهاخد معايا خميرة فورية، معلقة ممسوحة، وإزازة روحة الموز. أنا بحب أحط عليه ريحة موز، اسمها روح الموز. ودي معلقتين سمسم متحمصين، ومعلقتين روح الكحك، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا كوبايه لبن دافيه. هنبدا باذن الله. هنحط السمنه الاول، هدوبها مع السكر. زي ما انتم شايفينها كده، انا بدوب السمنه مع السكر الاول لغايه ما يتوه السكر، يتوه خالص مع السمنه. بعد كده انا بحط الدقيق المنخول عليه، حط بقى كل المواد الجافه، ريحه الكحك والسمسم، ومعلقه البيكنج باودر، ومعلقه الخميره، كله مع بعضه وحبسه. هيتبس بالايد. ده ريحه الموز بتاعكم حضراتكم عليها، ريحتها حلوه قوي، وبتدي ريحه الكحكه دي ريحه فظيعه. دلوقتي انا حبس الدقيق مع السمنه مع المكونات الجافه كلها. هو لازم يتبس كده، لازم الدقيق يتغلغل خالص بالسمنه الموجوده. خد مني بالظبط تبسيس 10 دقايق، لازم يتبس، يتفرد على الايد كده ويتفرق. بعد كده هحط كوبايه اللبن. على فكره انا حاطه ذره ملح، معلش نسيت في البدايه، حاطه ذره ملح مع الدقيق كده. حطيت بس كوبايه، والكحك ما بيتعجنش، الكحك بس بيتلم. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه، انا بلم الدقيق وبلم بس، بتوه السوائل فيه، مش بيتعجن، علشان لو اتعجن هيديني عرق، والعرق ده طبعا مش مطلوب الا في القرص او القراقيش، لكن الكحك مش عايز انه يتعجن، بيتلم كده. لميته خالص لغايه لما توهت الدقيق مع السمنه، هغطيه، هريح، هسيبه يرتاح شويه، ربع ساعه بس، هريح العجينه بتاعتي واغطيها باسترتش، وبعدين نشتغل فيها كده. خلاص بعد ربع ساعه العجينه ارتاحت معايا. شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي وسهله. دلوقتي حابه اشكلها زي ما انا عايزه، يعني ما حطيتش فيها حشوه، يعني انا عندنا ما بيحبوش الحشوه في الكحك، فيها السكر. فانا عملتها دي نقشه بالمنقاش، وهوريكم كمان بالبصامه اكورها زي ما انتوا شفتوا كده، على قد عين الجمل بالظبط، القطعه قد عين الجمل بالظبط. وبعد كده احطها في الصينيه وافردها بالبصامه. دي سهله جدا، ما خدتش مني وقت، بس على طول وسريعه. وهوريكم كمان النقشة اللي بالمنقاش، دي كده بالمنقاش، واخدها كده على ايدي وبفردها فرد بسيطة جدا وانقشها بالمنقاش. يا رب طريقتي تعجبكم، ومتنسوش اللايك والشير عشان ده، وتقولي لي تعليقاتكم. ودي حفيدتي قاعدة بتلعب، داخل خلاص. احنا بعد ما عملنا دي بالبصامة وده بالمنقاش، هسيبهم بقى لما يخمروا يرتاحوا خالص. قعد معايا بالظبط ساعتين في يخمر، عشان الكحك بالذات عايز خمر، تسيبيه براحته خالص، مش هيجرى له اي حاجة. ده كده قعد معايا بعد انا ما خلصته ساعتين. وبعدين زبطت الفرن على 180، وحطيته في الفرن على الشبكة من فوق. ما خدش معايا وقت خالص، 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير في الفرن. شوفوا
شوفوا بعد هو شكله خمران عامل ازاي، بيبقى منفوخ.